أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الشيطان إذا تصور لبعض الناس فإنه يستحلفه بالله وأنه لن يحلف خوفا من عقوبة الله، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن الشيطان قد حلف لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سرقته من مال الصدقة؟ حلف على صدق صدقك وهو كذوب، ما حلف على كذب، ما حلف على كذب، لأنه لو حلف أنه الله صار على كذب، ما يمكن هذا. نعم.